علي ما اتهمتك حبيبي، ما احد ليش تاخذها على نفسك؟ لا تاخذها على نفسك سيد برواري، انا مجبر اسمع هذا الكلام. انت فايت الصوت، راح اطلع وخليه يحكي بكيفه. انا لما انا عندي فرصه اشكل حكومه عزيزي، انا حر اختار الاطراف اللي اقدر اشتغل وياها، وماكو واحد يجي يقول لي الا تشاركني. هذا ما موجود بالسياسه، هاي هذا بدعه عراقيه جديده. والله سيد برواري، سيد برواري لا قبل هذا. سيد جاسم، اعتقد الرجل لا احرجك كثيرا، يقول لك تريد حكومه روح سوي حكومه. لا لا ابد بس ابد اكمل أبد. اكمل لا اخوي بس أبد. اكمل لك سؤال، اكمل لك سؤالي. يلا تفضل. يقول لك الان انا ما افرض عليك معارضه، تريد حكومه انت روح شكل حكومه، واذا احنا ما تريد نعوفنا احنا نروح معارضه. كيف ترد على السيد برواري؟ كلام منطقي وعاقل، روح انت سوي حكومه. عزيزي عزيزي انا ما اقول خلي يسوي حكومه، هم يخلي يسوي الحكومه بعد، ليش تطلبون من عندي؟ هو القضية بهذا الشكل، قسم يروحون للحكومة قسم يبقون معارضة. انت لا تتوقع من المعارض ان يدعمك في مشروعك، هو عنده مشروع، ليش تريد تلتقي المشروعين؟ يعني هو ماكو قضية انت تفرض علي مشروع وانا عندي مشروع ثاني. زين يعني لا من ليش احنا نقول الثلث المعطر راح يكون قوي؟ ماشي شنو مشروع احمد اريد يا احمد، شنو مشروعكم سيد جاسم؟ سيد المشروع بواري. الاول اللي هو اللي بدوا ويمتلكون اكثر الاصوات وهم اقرب الى تشكيل الحكومه. زين. صحيح ولا لا؟ ماشي اذا توكل على الله انتم شكل الحكومه. انتم شنو مشروعكم سيد؟ مو تطلب من عندي انا شكل حكومه سيد جاسم، انا تريد معارضه لان انا عددي اقل من عددك، وبالتالي انت توكل على الله سوي لك الحكومه، اضغط على مجلس شو اسمه المحكمه الاتحاديه خليه يغير الثنتين، خليه يسوي 50+1 وانت جاسم. ماشي براحتك بدون ان يكون هناك احد. استاذ هذا المفهوم، اكو مشروعين معارضين يعملان، هاي نقطة. النقطة الثانية يعني أنا أتعجب أستاذ يعني عبد السلام من يتحدث بأنه ماكو داعي نستفيد من أموال الدولة والحكومة للانتخابات. أنا أتصور حزب الديمقراطي الكردستاني يعني استفاد من 2000 من لا دقيقة دقيقة أرجوك، أنا قلت لك ما أتهم أحد، أنا قلت لك أحكي على مبدأ لا تدخلني بمواضيع أخرى. التأثير وزيادة الأفراد وزيادة النواب وزيادة سواء كان في أقليم كردستان، أنا حكيت على مبدأ، أنا ما أتهمتك حبيبي. ما أتهم أحد، ليش تأخذها على نفسك؟ لا تأخذها على نفسك سيد برواري. اعتيادي يعني يكون له تأثير أكثر، وهذا دليل موجود في كل أحزاب العالم مو بس احنا العراق، سواء كان شوف هاي تركيا حزب العداله والتنميه شلون تطورت كلها من التعيين والمشاريع والتاثير وبعدين تحولت الى حزب كبير بينما كان عددهم القليل. روح الى باكستان، روح الى الهند، روح الى امريكا، الى فرنسا، اللي يبقى من الحكومه يرجع مره ثانيه. يعني الكل يعني يستفيدون من الاجواء العامه وهذه الاحزاب الموجوده. لذا نحن علينا ان نعمل بشكل واقعي، لو نتفق نقعد نتفق على مشروع معين احنا نتنازل هم يتنازلون نحل القضية، لو كل واحد يعمل على مشروعه وبالتالي اعتياد راح يكون معارضة، مشروع معارضة ومشروع حكومة، وبالتالي كل واحد يريد يفكر في شكل حكومة. يا شباب انت باب الانفتاح داخل مجلس النواب ما انت اذا صدف شفنا ارجوك استاذ جاسم بس اسمعني، حطيت النائب للاتحاد الوطني اعطيت يعني من الاول انت تريد تاخذ كل شيء وتنتظر الاتحاد الوطني ان يكون حاضر بكل شيء، يعني واضح انت استاذ جاسم انا مجبر اسمع هذا الكلام. استاذ جاسم تسمعني لو لا واللجان وبعدين فايد الصوت راح اطلع وخليه يحكي بكيفه.